وكأن عالم كرة القدم مصمم يدينا كل يوم على دماغنا يا عزيزي، بعد ميركاتو واطي السيد خوان لابورت بيعمله، ميركاتو كل عنوانه ان احنا اي لعيب فاضي بنروح نتعاقد معاه حتى لو لعيب ده 32 سنة بس جايبينه علشان خاطر هو شريك ليونيل ميسي، وهو كون اجويرو، احنا جايبين كون اجويرو حرفيا عشان هو شريك ميسي، وهو اللي ممكن تكون من ضمن اسباب بقاء ميسي، فاحنا جايبين اجويرو عشان خاطر صاحبه، فميسي هيقعد، فميسي بقى يرجع يعطيك القنبلة. انا مش مكمل. مش مكمل ازاي يا اسطى؟ ده احنا هنجدد لك 6 سنين، انت بتقول ايه؟ انت مش نزلت على الراتب بتاع 50%؟ بس الكلام ده كان الاسبوعين اللي فات. طب ايه اللي اتغير الاسبوع ده؟ جالي حد من باريس سان جيرمان. ايه ده يا اسطى، انت هتخوننا؟ عيب عليك يا اسطى، انت هتبيعنا عشان النقا عشان فلوس ولا ايه؟ عيب عليك يا ميسي، انت هتبيعنا عشان فلوس يا راجل؟ ده احنا بنقول على كريستيانو وقطع عشان 5 مليون يا راجل مشهور ريال مدريد. انت جاي تقول ايه يا ميسي؟ عيب اللي انت بتقوله ده. فميسي بيقول لهم بصوا يا جماعه، انتوا عندكم برنامج رياضي؟ ايه برنامج رياضي ده يا اسطى؟ بتاع ايه يا اسطى؟ طب عندكم ماركاتو؟ جبنا منفيس دبي واجويرو يا اسطى. عايز حاجه تانية يا اسطى؟ طب خط دفاع، جبت لك ايريك جارسيا اوسخ مدافع مانشستر سيتي، جبته لك لاعب هلعبه جنب بيكي يا اسطى. طب الكلام على ايه؟ طيب انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ جدد يا اسطى يعني 6 سنين. بيكي كان بيقول ان انت هتجدد، قال لهم بيكي، هو بيكي قال على نيمار سيبقى وهيقول عليا انا هجدد، انا ماشي. وبعدين انتوا مش بتقولوا عليا ان انا العقد بتاعي يا اسطى هو اللي هيفلسكم؟ مش بتقولوا ان العقد بتاع ميسي الفرعوني هو اللي هيفلس النادي؟ طب انا ماشي بقى وسايب لكم كل حاجه ومش عايز اخد الفلوس اللي انت هتدوها لي، ووروني بقى النادي اللي مش هيفلس بسبب العقد بتاعي ده هيعمل ايه. قيمه سوقيه هتنهار بس في نفس الوقت هيبقى فيه فلوس. تخيل انت كلمه برشلونه هتنهار بعد رحيل ليونيل ميسي، دي حاجه طبيعيه جدا. وكلمه الدوري الاسباني هتنهار بعد رحيل اسطوره برشلونه زي ميسي واسطوره ريال مدريد زي راموس. وسبحان الله يا اخي هتقعد تبص كده ان برشلونه دلوقتي محتاجين نعمل مشروع رياضي بجد. ما ميسي اللي كان بيشيل كل الخوازيق خلاص ماشي، لما الفرقه كانت بتتغلب كان يبقى مين المتخاذل هو اللي شايلها يابا. طب دلوقتي احنا مضطرين نقعد نحط برنامج رياضي بقى مع مدير فني كويس، مع لعيبه شباب محترمه، مع ان احنا نمشي الاساطير اللي هم هيبانوا ان هم وهميين في عدم وجود ليونيل ميسي. فده معناه ايه يا عزيزي؟ ان كبرشلونه احنا كبرشلونه وميسي طالعين مستفيدين من كل الفيلم الهندي ده. والله بجد يعني تخيل، هو يوم مؤلم بالنسبه لمشجعين برشلونه او يوم رحيل ليونيل ميسي، بس في نفس الوقت لو حسبتها بالمنطق هو مش مؤلم قوي يا صاحبي. الراجل 34 سنه وقعد 500 600 مليون مع فريق تقريبا بيفلس، الموضوع كان صعب جدا وكان مجهد جدا لخزينه برشلونه اللي هي اساسا فاضيه بتنش. ما يا باشا احنا ما لقيناش 8 مليون نمشي بيهم الراجل الكهنه اللي عندنا اللي اسمه كومان ده. يا باشا انت بتقول ايه؟ احنا اساسا بنفلس خالص حبيبي. احنا مانشستر سيتي قال لنا خدوا برناردو سيلفا ب 60 مليون، والله ما معايا، لو معايا هجيبه بس انا معيش يا باشا. فتخيل نفس النادي ده هو اللي يروح يعمل عقد لميسي ب 600 مليون، اللي هو انتوا مجانين بالظبط ولا ايه الوضع عندكم؟ بس عادي الحمد لله يابا، الحمد لله على كل حاجه. احنا كده بنشجع النادي ده، ميسي مشي ميسي قاعد، احنا كده موجودين معاك يا باشا. بس هل دي خيانه؟ لا مش خيانه، هي تفكير في مصلحه. وبعدين برشلونه فعلا ما عندوش مشروع رياضي، وبرشلونه فعلا ما عندوش خطط للمستقبل، وبرشلونه فعلا مش مرشح لاي حاجه السنه دي حتى بعد كل الصفقات الهبله اللي برشلونه عملها دي. بننسى دايما خط الدفاع اللي هو بص، هم احنا بنتعامل مع برشلونه الفتره الاخيره اللي هي اخبارنا بتجيب ضحك مع صريخ حزن اللي هو خزان احزان، بس في نفس الوقت بتضحك على كل اللي بيحصل في النادي عندك من تخبط اداري من فوضى غير طبيعيه انت بتتفرج عليها لحاجات كتير اللي هو طب ما كنا ضحكنا على السيتي وخدنا جواو كانسيلو واعطيناهم سيرجيو روبرتو. لا احنا مكملين ليه؟ سيرجيو من النادي وبكي من النادي وبوسكيتس من النادي. يلا يلا عادي نكمل ضحك، ده احنا داخلين على ايام معلم بدل ربنا. بس ايه البارسا بمن حضر اللي هو يسا؟ ومش الاهلي اللي بمن حضر، لا البارسا بص احنا اي حاجه عندنا بمن حضر يا باشا، حتى لو ما عندناش حد حاضر احنا مؤاخذه موجودين وكل حاجه عندنا تمام التمام اللي هو. طب نتكلم بجد شويه، هل برشلونه فعلا عنده برنامج رياضي واضح مع السيد خوان لابورت؟ اطلاقا ما عندوش اي برنامج رياضي واضح. هل برشلونه السنتين الجايين مخطط ان هو يكون بطل دوري ابطال اوروبا؟ صعبه جدا، لا الماتيريال بتاعك في الملعب دلوقتي ما يخليكش ان انت توصل، يعني لما توصل دوري ابطال اوروبا تحمد ربنا وش وظهر، انما تروح تاخد دوري ابطال انت كده بتكذب يا اسطى. طيب لما سيح بتطلع مواهب؟ لا والله قفلت يا اسطى من ساعه اسمه ايه ده سيمونز اللي راح باريس سان جيرمان. طب عندكم حاجه طيب بتقول ان انتوا في مستقبل نضيف كده جاي السنين الجايه؟ احنا عندنا لابورت الذهبي وعندنا ميسي وناقص لنا جوارديولا وناقص لنا نطلع يوهان كرويف من التراب ونعمل احلى جيل، بس ما مغزى تشافي بطل وانيستا بطل. طب يا اسطى انتوا عايشين على الماضي صح؟ عايشين على الماضي، وعندنا رئيس نادي عايش على الماضي ما بيفكرش في الجديد. احنا الراجل موجود هناك في 2004، الراجل قاعد هناك مبلط هناك، ما لسه ما جاش معانا 2022 اللي داخلين عليه اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا بعيد. من كتر الضحك اللي انا بتفرج عليه في الاخبار عندنا هنا في برشلونه كل حاجه بقتش باخدها على محمل الجديه خالص، اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حتى لما ايقونه النادي يمشي بعد كرويف نطلع له البيان العر اللي نزلناه ده
الشيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بيه، حسبي الله زي ما انتم ما بتعملوا فينا احنا كعرب كده، اشوفكم بتولعوا كلكم في ساعه واحده بكبركم برطيمو لحد هذا الخوالة بورت اللي عايشنا على اللي كان. الواحد تعب والله يا اسطى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ودينا دير، لان ناس كتير عندنا في الوطن العربي بتحب خوالة بورت ونفسي افهم ليه.